لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصراف. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. مساء النور دكتور. انطلاقا من التقارير الإعلامية وتقارير المنظمات غير الحكومية التي أجمعت على أن الحكومة في بغداد تنتهج سياسة التعتيم الإعلامي على التظاهرات، ما هدف الحكومة من كل هذا التعتيم في عصر التكنولوجيا؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحائنا ومصابين العمليات هذه الإرهابية وعمليات القمع الممنهجة من قبل السلطة وميليشيات نظام الولي الفقيه في الأراضي العراقية. الحقيقة أعمال القمع والقتل والترهيب ليست جديدة، فهي ابتدأت منذ الأيام الأولى لثورة تشرين، منذ الخمسة أيام الأولى اللي راح ضحيتها 150 شهيد. نعم. يعني كان معدل الشهداء 30 شهيدا يوميا خلال خمسة أيام، ثم مثل ما نعرف توقفت الاحتجاجات والاعتصامات، ولما عادت بوتيرة أقل لكن بمنهاجية مشابهة لمنهاج الباسيج في إيران بعد ما ابتدأت أيضا انتفاضة الشعب الإيراني، فاعتمدت إيران إلى إصدار أوامر إلى قاسم سليماني لقيادة عملية قمع الانتفاضة، انتفاضة تشرين الشعبية في العراق. وهذا هو العمل الحقيقة، استرعى اهتمام كل المنظمات الدولية منذ البدء، لما وصفتها منظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال بحمام الدم وطالبت بإيقافه فورا. نعم. ثم أيضا رجعت الهيومن رايتس ووتش أيضا أكدت على هذا المنحى الوحشي لمواجهة الاحتجاجات المطلبية لشباب تشرين على يد القوى الأمنية المتواطئة أو المتقاعسة في البداية سموها، في التعامل السلمي مع انتفاضة سلمية. ثم دخلت الميليشيات القمعية الإرهابية المجرمة المسلحة اللي تخضع لإرادة الولي الفقيه. هذه هي الحقيقة العملية الممنهجة، وما زالت الآن بعد أن فشلت العملية بالمواجهة بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، الآن التجأوا إلى أسلوب الاختطاف والقتل والترهيب. في هذا السياق كان هنالك تصريح لنائب عن تحالف سائرون رائد فهمي أكد فيه أن حملات اغتيال واختطاف النشطاء تعكس عجزا سياسيا، ما مدى صحة ذلك؟ هو بالتأكيد العجز السياسي يكمن في كون أنه لا الحكومة المستقيلة حكومة تصريف الأعمال ولا النظام السياسي برمته قادر أن يستوعب المتغيرات اللي حثت بعد 1 أكتوبر في الشارع العراقي والمطالب المحقة للشعب العراقي في التغيير السلمي لكل المنظومة السياسية. فبالتأكيد لغة الفشل اللي تتمتع بها هذه الطغمة السياسية الفاسدة لابد أنه تواجهها بقمع، لأنه ما عندها غير هذه الوسيلة الآن المتاحة بعد أن فقدت كل مفاتيح الحل للأزمة أو الكارثة اللي يمر بها الآن العراق على يد هذه الطغمة الفاشلة الفاسدة الخاضعة لإرادة نظام الملالي في إيران. هاي بالتأكيد التفسير المنطقي للعملية هي أنه فشلها في المعالجة السياسية السلمية وصلت إلى يعني نهاية بمثل ما قلت بالبداية إلى أوامر قاسم سليماني وتوجيهها لقيادات الميليشيات أن تقمع الانتفاضة بأساليب القمع والقتل والترويع. نعم. والترهيب. وأيضا هي طبعا أكو من وراها رسائل كثيرة، ليست هي فقط التخلص من الناشطين في ساحات الاعتصام،
بل رسائل مباشرة وغير مباشرة للداخل وللخارج. نعم، للداخل هو الحديث تأييد عن الشعب الخارج العراقي. دكتور يقودنا للوقوف عند بعض المواقف الدولية وكذلك العربية لهذه الإدانات لعمليات القتل والقمع ضد المتظاهرين السلميين. من بينها كان آخر هذه المواقف بيان لاتحاد الشغل التونسي. ما مدى أهمية مثل هذه المواقف على الأقل للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين؟ يعني هذا طبعا ايضا الحقيقه شيء يفرح ويسعد العراقيين ان هناك روح تضامن حقيقيه عربيه ومن شعوب اخرى الان، مو فقط مقتصره على المنظمات الدوليه اللي تعنى بحقوق الانسان او المنظمات الامميه الدوليه كهيومن رايتس ووتش والامنستي انترناشونال، وانما يعني ايضا منظمات عربيه. الان الوضع العراقي اصبح على كل لسان، واصبح الحقيقه يعني موضوع تعاطف وتضامن كل شعوب العالم الان باستثناء النظام الايراني ومن يدور في فلك هذا النظام من ميليشيات مجرمه في الداخل وفي الخارج، كل الشعوب الان. وطبعا الشعب العراقي ممتن لكل شعب الحقيقه الان يتضامن ويرفع صوته عاليا لتقريب يوم الخلاص من هذه الطغمه المجرمه الفاسده الارهابيه. الشعب التونسي معروف عنه شعب حضاري وشعب فعلا قريب جدا الى هموم الشعب العراقي، وليس فقط الشعب التونسي، كل الشعوب العربيه الحقيقه الان هي متضامنه وبودها ان تقدم الدعم اللازم للشعب العراقي، لكن هذه الوضعيه الان. لكن اكيد اكيد راح المستقبل يكشف حقائق كثيره من ان هناك تضامن حقيقي من قبل الشعوب العربيه وشعوب العالم اجمع. نعم اكيد، وهي تعيش نفس المخاض في المنطقه العربيه ككل. دوليا كان هنالك موقف اليوم للسفير البريطاني، قال ان لندن تدرس خياراتها بشان علاقاتها مع بغداد. ما مدى اهميه الموقف البريطاني وما انعكاساته على ثوره تشرين؟ هذا هو المطلوب الان الحقيقه. لم ياتي السفير بجديد، هو اشار الى هذه القضيه، انا سمعت المقابله كامله الحقيقه، كان هناك وضوح وصراحه حتى انا اقدر اقول يعني تقريبا تجاوزت بعض السياقات الدبلوماسيه في تضامنه الصريح والواضح. نعم. مع الشعب العراقي، وايضا دعا القوات المسلحه بشكل واضح الى حمايه الشعب العراقي، لانه هناك احساس وهناك شعور عند كل العالم انه الاجهزه الامنيه يبدو على ما يبدو مخترقه من قبل ما نسميهم القيادات الدمج التابعين الى ايران، فهناك تواطؤ من قبل بعض الميليشيات مع القوات الامنيه، بعض القوات الامنيه، لذلك الجيش الان عليه ان يتدخل. السفير البريطاني الحقيقه ولو اغاض بعض من رموز السلطه يعني رفضوا تصريحه، لكن هذا هو المفروض يقال، الكلام هذا يجب ان يقال الان، ومدعوه مو فقط بريطانيا، مدعوه الولايات المتحده الامريكيه وكل دول مجلس الامن الدائمين والاعضاء ال 15 الى رفع رايه التضامن مع الشعب العراقي، وفعلا فرض الان مقاطعه عسكريه، منع المساعدات العسكريه للحكومه العراقيه. نعم. وخصوصا القوات الامنيه، هذه دعوه صريحه من قبل الشعب العراقي يجب ان تكرر، لانه هذه القوات بدات تقتل شعبها، لذلك من واجب المجتمع الدولي الان مقاطعه الحكومه العسكريه، القوات الامنيه بالذات اذا سمحتي لي، القوات الامنيه التابعه للحكومه والتابعه للميليشيات، ان يتم مقاطعتها وعقوب معاقبتها ايضا للحفاظ على حياه العراقيين. شكرا جزيلا لكم دكتور حامد الصراف الاكاديمي والباحث السياسي، كنتم معنا عبر سكايب.